اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبتدي على طول فقرتنا النهارده، فقره عالم الجمال عن ترهل الرقبه ومشاكل الرقبه وكل الكلام ده. خلونا بس نرحب بضيفي الكريم دكتور منير مريم، كبير اطباء جراحه التجميل، ونساله على كل اللي احنا عايزينه. صباح الخير يا دكتور، صباح الفل، اخبار اهلا حياتك وسهلا. ايه؟ يا اهلا وسهلا يا مرحبا. خلينا نبتدي على طول اشهر اصابات الرقبه. شوف سيادتك، زي ما انا بحب اتكلم عن الاصابات فبحب اتكلم عن 5 حاجات. الحاجه الاولانيه التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب الرقبه. الرقبه ممكن ابص الاقي طفل مولود عنده ورم في الغده الدرقيه في رقبته من نقص اليود اللي كانت بتاخده امه، ولكن لحسن الحظ ان احنا دلوقتي بقينا نهتم بهذه النقطه وما بقيناش نشوف هذا الكلام. ممكن من الحاجات التانية ان احنا نلاقي في الرقبة ناسور فاتح قدام فتحة الرقبة. ممكن نلاقي حاجة اسمها كيس وراثي خيشومي موجود في الرقبة في اي ناحية من النواحي. دي التشوهات الخلقية. المجموعة التانية مجموعة اصابات، واحد اتعور بجرح قطعي في الرقبة او جات حروق في الرقبة. انا بشوف حالات تلاقي الرقبة الدقن لاصق في الرقبة من بعد حرق من الحروق ومن سوء العلاج وحاجات زي كده. الحاجة التالتة اللي تلاقيها الالتهابات، قد تكون التهابات معدية وقد تكون غير معديه. غير معديه زي صدفيه، ارتكاريا، اكزيما، كلام زي كده. معديه ممكن تكون بكتيريا زي انواع الحبوب والحصف والبقع السوداء. ممكن تكون فطريات زي التينيا الرقبه، دي مشكله طبعا، وتبان تحت القميص وحاجه زي كده. وممكن تكون فيروسيه زي الهربس. المجموعه الرابعه مجموعه الاورام، ممكن الاقي ورم في الرقبه ايا يكون، ورم دموي، ورم داكن، ورم في الغده الدرقيه، ورم في الخلايا الليمفاويه، ودي كتيره يعني بنشوفها في الاورام في الثانويات الموجوده في الرقبه، دي مشكله. او ممكن ورم اولي. الحاجه الخامسه اللي هي جمال الرقبه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، الترهل والحاجات دي كلها. صحيح. طيب خلينا نروح للترهل ونعرف اهم اسبابه. اسباب الترهل كتير جدا، اهم سبب السن. واحد كبير هيبان الترهل، ولكن هناك عائلات يظهر الترهل مبكر ويبان اللغد والدبل تشين، وفي عائلات بيجي متاخر. حاجات تانية، عمليات اللي بتمشي دلوقتي، تدبيس معنى وتحويل المسار والكلام ده، بتبص تلاقي الهضم والتغذية بقلت، الخضروات قلت، الفاكهة قلت، فيتامين ألف، فيتامين جيم، وهكذا. ده تؤدي إلى هذه ظهور هذه الأعراض. حاجة تالتة، في بعض السيدات بنشوفها اللي هي اضطرابات الدورة الدموية. دي حاجات مجموعة أسباب، نظام رجيم قاسي يؤدي إلى ترهل الرقبة وهكذا. تمام. طب دكتور، يعني أهم التغيرات اللي بتحدث بالجلد وبتؤدي إلى ترهلات الرقبة، ايه اللي بيحصل في الكلام اللي انا قلته؟ زي ما شايفين قدامنا في الصوره دي حالات ترهل رقبه والكلام ده كله. بتبص تلاقي الخلايا الدهنيه مقدرتها على الانقسام بتقل، الخلايا العرقيه مقدرتها على الانقسام بتقل. بتبص تلاقي النهايات العصبيه اللي فيها بعض المواد الكيميائيه زي الادرينالين والاسترايكولين، دي اسامي كيميائيه طبعا، بتكون قلت. بتلاقي النهايات العصبيه المسؤوله عن الحس، الضغط، الحراره، الرطوبه، كلها قلت. تلاقي مثلا ترسيب الدهون موجود وتصلب شرايين وحاجات زي كده. هو تلاقي الجهاز العصبي المركزي ابتدى تقول له كل دي عوامل مع بعضها تنتهي بظهور الصور اللي قدامنا اللي هي ترهلات الرقبه. يعني انت بص يمين بص شمال هتلاقي في فرق بين الاثنين. قد يكون احنا زي ما هنتكلم في الحلقه عملنا عمليات، شدينا رقبه او عملنا خيوط او حاجه زي كده، لكن هو ده الترهل. شوف هنا في لغد مش موجود وهنا في لغد موجود وهكذا، الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح. طب دكتور خلينا نروح لشد الرقبه بالخيوط، ايه المقصود بالعمليه دي واهم مميزاتها وعيوبها؟ ميزة العملية بعت الخيوط زي ما احنا هنشوف، اللي هي اولا انك انت ممكن تعملها في العيادة بتاعتك، ممكن تعملها تحت مخدر موضعي. الخيوط ميزتها ايضا ان في انواع من الخيوط، في النوع الاولاني بنسميه البي دي اي، البي دي او اللي هو البولي داي ديكسانون. البولي داي ديكسانون ده عبارة عن مادة تعمل ريجوفينيشن، لا فيها خطاطيف ولا اي حاجة، كأنك عملت بلازما. المادة الثانية اللي اعلى البي ال ال اي اللي هو بولي ال لاكتيك اسيد، دي بتقعد اللي فاتت كان بتقعد 3 شهور، دي تقعد لغاية 9 شهور سنة. النوع الثالث اللي هو عبارة عن البي بي دي، هذا النوع الثالث اللي هو موجود البولي سيبرو دايون، ده مادة بتقعد لغاية 2 سنين. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اولا الخيوط دي فيها خطاطيف، قد يكون خطاف في اتجاه واحد او قد يكون خطاف في اتجاهين او قد يكون خطاف في كذا اتجاه، بحيث انك لما تشد الخيط زي ما هنشوف قدامنا بنرسم رسمه موجوده عندنا ونشد الخيط بطريقه معينه، تلاقي الخطاف ده شد الرقبه في اتجاهات معينه. انا بحب استخدم الخيوط اللي هي بتقعد فتره زمنيه اطول اللي فيها خطافين يفضل بهذا الكلام، زي ما هتشوف دلوقتي وهتشوف الابره داخله بيبقى عمليه الشد موجوده. المشكله اللي بيحصل دلوقتي يا استاذ حاتم في بعض القوانين في هذا الموضوع. القانون الاولاني انك انت ما تعملش حقن بلازما وتعمل بعد كده خيوط،
يفضل انك انت تعمل حقن بلازما بعدها باقل باكتر من اسبوع تعمل خيوط وتستنى اسبوع عشان تعمل بلازما تانية. ده لو جينا ده القانون الاولاني. القانون الثاني لو المريضه دي واخده بيرمننت فيلر يعني واخده فيلر من النوع المستمر الدائم أي. ما تستخدمش الخيوط على الاطلاق. الحاجه الثالثه لو انت جاي تعمل خيوط وعايز تعمل الوش كله ابدا من تحت لفوق يعني ابدا خيوط بالرقبه زي ما انت شايف وبعدين اعمل خيوط للدقن يعني هنا اول ابره داخله تشد الرقبه تاني ابره هتلاقيها داخله تشد الدقن تالت ابره داخله تشد الخدين بالترتيب وليس العكس أي. يعني ما تجيش الخد وبعدين الدقن وبعدين الرقبه لا ابدا رقبه وبعدين دقن وبعدين اطلع على الخدين. الحقيقه زي ما انت شايف عمليه تتعمل مريض صاحي مخدر موضعي ماشيه فيها لكن الخطورات كتيره قوي أي. انت وداخل بالابره هنا ممكن تضرب عصب من الاعصاب او تضرب شريان او وريد من الاورده لو حد عنده خبره او تعمل كدمات موجوده او تعمل حفره مكان دخول او خروج الابره او تعمل التهاب اعصاب في المكان الموجود عندها كل الكلام ده موجود ووارد ولكن اذا كان في خبره انت تقدر تعمل هذه العمليات تبقى امنه تقدر ما فيش مضاعفات جانبيه. اللي ماشي دلوقتي واللي احنا بنشوفه للاسف الشديد انك انت في ناس بتتعامل مع الخيوط على انها انواع معينه من الخيوط اللي هو النوع بتاع الجوفينيشن اللي هو بيتعمل كانك ما عملتش حاجه في خلال اسبوعين ثلاثه كانك ما عملتش حاجه وده اللي ماشي. لازم تعرف نوع الخيوط الماده الموجوده فيه. نعم ده عيبه ايه حضرتك النوع ده؟ يبقى كانك ما عملتش حاجه انت مجرد انك انت اتكلفت مصاريف كتيره جدا وممكن يبقى دكتور امكانياته قليله ممكن تجي لك المضاعفات الجانبيه الخطيره اللي انا اتكلمت عنها. فالحكايه محتاجه انك انت تعمل حاجه تفيد المريض بتاعنا. انما ممكن تحصل ثوره قريب جدا ان الخيوط ما فيهاش اللاكتيك اسيد وحمض اللاكتيك والحاجات اللي هي زي موجوده في الفيلرز والكلام ده كله ان يدخل السيليكون في المشكله. في حاجه اسمها بروبيروبين سيليكون ده تحت التجربه ده لو جه هيساعد كتير في حل بعض المشاكل اللي هو هتبقى خيط دائم يفضل مع الانسان طول عمره واخد بال سيادتك ازاي ولكن لازال اندر تراير ان احنا ندخل السيليكون مع الخيوط في عمل حاجه زي الحاجات دي. تمام. طب هنروح لعمليه تانية خالص وهي شفط الدهون من الرقبه. ايه المقصود بالموضوع ده؟ شوف هو من الحاجات الجميله جدا انك انت بتتعامل مع ترهل الرقبه او الدبل تشين او اللغد اللي موجود عندي فانا بعمل حاجه زي شفط الدهون. هتشوف كذا طريقه دلوقتي. الطريقه الاولى انك انت بتستخدم سرنجات انك انت بتحدد نقط معينه وبتدخل بالابره بتاعتك وتقدر تشفط الدهون من هذه الاماكن طبعا بخبره معينه بطريقه معينه عمليه ما بتاخدش. شوف سيادتك قدامك انت داخل هنا هو محدد المكان بتاع الابره بتاعتك داخل في اتجاهاتك بتوصل لغايه حد معين. خلي بالك اخر الابره ده في شريان كبير قوي بيغذي الدماغ وبيغذي الرقبه يعني انت مش واخد بالك انت ممكن يعني مشكلة. احنا بنهزر هنا لكن هنا يعني انت لازم تكون عارف طريقك وعارف اتجاهاتك وراسم نقطك بطريقه محسوبه بطريقه معينه. عمليه ممكن ما تاخدش معاك ربع ساعه فشفط الدهون وبالسرنجات وممكن تتعمل بمخدر موضعي وانتهت المشكله بالنسبه لنا في الدبل تشين في حاجه زي كده. انا مش بسهل هي لا ما فيش عمليه في الدنيا سهله اكيد على قد ما هي سهله على قد ما هي صعبه جدا واخد بال سيادتك ازاي والمريض لا يقبل. المريض داخل بيعمل تجميل عايز تجميل طبعا. مش عايز مشاكل مش عايز يخش في مشكله دي من الحالات طبعا. الجميله اللي انت بتعملها سرنجات ما فيش مواد كيميائيه ما فيش حاجه زي كده. طيب شفط الدهون بالموجات فوق الصوتيه برضه هتشوف دلوقتي قدام سيادتك شفط الدهون بالموجات الصوتيه دي طريقه ثانيه خالص بحقن تحت الجلد ماده مخدره ومعاها ماده قابضه زي ما هنشوف دلوقتي هنلاقي اديني هنا هبتدي احقن في النقط اللي انا حددتها ماده مقبضه هتلاقي الجلد بتاعي يبتدي يكبر بطريقه معينه لان حقنت محلول ملح فيه هذه المواد وبعد كده هبتدي اشفط كل هذه المواد. المريض برضو ما بيحس بحاجه. الطريقه بتاعت هذه الماده محتاجه ان انا اخد بالي ان الماده القابضه ليها حسابات معينه هي صحيح ان اقل جدا في الالم بالنسبه للمريض وصحيح ان نتيجتها نتيجة كويسة لكن دي تقل عن نتيجة حقن شفط الدهون بالسرنجات. خلي بالك لان السرنجات الدور اللي فات انا ما حقنتش مواد كيميائية اقدر اخد الدهون اللي انا شفطتها من الرقبة احقنها في حتة تاني ممكن احقنها تحت العين ممكن احقنها في الخدود الخدي الفمي وهكذا يعني يبقى عملت حاجتين مع بعض في وقت واحد. لكن في هذه الماده شوف سيادتك انت داخل بالابره حقنت ماده قدامك دلوقتي ابتدى الجلد يتنصب معايا وبعدين زي ما سيادتك شايف اديني بشفط الماده اللي انا حقنتها ده اللي هو الموجات الصوتيه. هذه المواد صعب انك تحقنها تاني في مكان تاني فيها مخدر فيها ماده قابضه الدهون بتاعتها اتأثرت وتخففت فما بقتش النتيجه زي الافاده بتاعت شفط الدهون بالسرنجات. صحيح. طب خلينا نروح لحاجه تانية وهي شفط الدهون بالليزر. الليزر عمل ثوره كبيره ليه تكنيك بفكره تانية خالص
انك انت بتدخل شعاع ليزر بيعمل حراره، الحراره دي تسيح الدهن من غير ما تاثر بالشريان ولا الوريد. يعني عند درجه حراره 8 9 بتقدر تدخل هذه الابر بتاعتك، حرارتك 8 سيحت الدهن وطلعته، لكن الشريان اللي ماشي والوريد اللي ماشي ما اثرتش عليه، لان لو زادت لوصل مثلا 15 16 شريان هينزف، الوريد هينزف، لو وصلت 20 الشريان اتقفل واتحرق او الوريد اتحرق. يبقى التكنيك بتاعك انك انت بتدد درجه حراره كانك في البيت بتسيح دهن، انت بتسيح عند درجه تسمح بتسيح الدهون دون ان تؤثر بالشرايين او الاورده. دي برضو طريقه، برضو تقدم وتكنولوجيا وحاجات زي كده، بس منطقه الرقبه مش محتاجه كل هذا العنف. أيوة. محتاجه حاجه بسيطه يعني سرنجات او حاجه زي كده، والا هتدخل في حاجات جراحيه زي ما هتشوف دلوقتي وهتبقى الدنيا برضو اقرب واسهل. ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى، متى يتم التدخل الجراحي؟ الحقيقه التدخل الجراحي لو المريض ما اهتمش بنفسه، فجاه جالك برقبه واقعه وعمل نظام قياسي او عمل عمليه كبيره انتهت بان جسمه خس جامد جدا وهكذا، انت هنا بقى محتاج انك انت تتعامل مع الرقبه. هتعامل مع الرقبه بطريقه من طريقتين لوحدها، وهتعامل معاها بعلاقتها بالوش بطريقه من طريقتين. خلينا نتكلم على الرقبه لوحدها. انا عندي ترهل في الرقبه عايز اتعامل معاه، في جرح عرضي وفي جرح طولي. المفضل جدا ان انا اتعامل مع الرقبه بجرح عرضي، بمعنى جرح بالخط مش باين، تقدر تسحب الرقبه بالكامل قدامك وتستأصل الجلد الزياده وتخيط خياطه معينه زي الجرح بالظبط. هو ده المنظر، الجرح موجود في منطقه مخفيه بطريقه معينه، هتلاقي نفسك قطعت هنا وابتديت تسلق كل المنطقه وتسحب هذا الجلد والدهون بتاعتك وتبتدي تخيط الكلام ده. انا شايفك انت يعني زعلان من المنظر. لا انت مش محتاج يا استاذ حاتم بالكلام ده. أنا لا يعني انت مش لا محتاج، احنا بنخليها على الله يا دكتور، خليها على الله. فزي ما انت شايف جرح قطعي، تدخل تسلك منطقتك كلها بطريقه معينه وتسحب الجلد، واخد بال سيادتك ازاي، وتبتدي بالجرح قفلته بالطريقه العرضيه وانتهت المشكله. هذا الجرح العرضي ينفع في جميع انواع الجلد. يعني الجلد عندنا ست انواع، في بشره حساسه جدا اللي هو ذو الشعر الاحمر، في عندك جلد اللي هو يعتبر حساس اللي هو البشره البيضاء ذات العيون الزرقاء، وفي درجه 3 اللي هي البشره الشرقاء ذات العيون العسليه، درجه 4 القمحيه سيادتك وانا، درجه 5 السمراء اللي هو السوداني، درجه 6 زنجي. ست انواع جلد هذا الجرح العرضي ينفع فيها دون ان يترك اثر. صحيح. وسهل، بس هو محتاج خبره، لانك انت عشان تسلك كل الرقبه من جرح بسيط وتدخل في اتجاهات معينه انت محتاج لخبره معينه، بس جميل وبيدي نتيجه هايله. وانت لو ركزت مع نسبه عاليه جدا من الناس اللي بتشوفه وركزت في الجرح ده، هتلاقي تعرف ان ده يعني منتشر والناس بتعمله بطريقه سهله. اكيد. ده الجرح الاولاني. الجرح الثاني اللي هو برضه لو اتكلم، اشوف سيادتك احنا بنقفل قفله بسيطه جدا، هتلاقي جرح عرضي بسيط وانتهت المشكله خالص، وبيبقى من الحاجات الجميله. وبعدين بتبص تلاقي السلك كله مدفون وانتهت المشكله. قد تحتاج انك تحط درنقه بسيطه او ما تحطش حسب الحاله اللي قدامك وانتهت المشكله. بالنسبه لنا الجرح الثاني يمكن اللي هو بالطول. جرح بالطول ده جرح صعب. ليه؟ لان ده بيأثر على الحركه في التاني والفرد. أيوة. فمحتاج تلبس له رقبه فتره معينه، ومحتاج مش كل انواع جلد اعمله في جلد نمره 1 و2 و3 4 ابقى متحفظ عليه شويه، لانه ممكن يكون حاجه اسمها كيلويد وتدرن في الجلد يبتدي ياثر على حركه الرقبه والمشاكل بتاعتها. فالحقيقه الجرح الطولي من الجروح اللي هي في انواع الجلد 1 و2 جميل جدا، لان ما فيش اثر بيبان والجلد بيلتئم بسرعه من غير ما يسيب مشاكل. شوف سيادتك الجرح بالطولي يبقى ماسك بشق بطريقه معينه بالطول. لكن انا خلال خبرتي الحقيقه انا ما اعتقدش ان انا عملت طول عمري مثلا هذه الحاله الا مرات معدوده. يعني انا ما اقدرش اقول انا بفضل بالعرض، انا دايما بفضل العرض لان ما لهوش مشاكل والامور بتنتهي وبتبقى مشكله بالنهايه كويسه جدا. تمام. نروح بقى للتدخل الجراحي للرقبه والدق والخدين. بالظبط. الجرح التقليدي المعروف اللي بتيجي من قدام الاذن وتلف لفتك وتاخد تسليك بالكامل. الوش احنا بنقسمه لثلاث تلات، التلت العلوي عباره عن مقدمه الراس والجفت العلوي، التلت الاوسط عباره عن جفن السفلي زائد الخد زائد الشفه العليا، التلت الاسفل هو عباره عن الدقن بالرقبه. فالجرح ده زي ما انت شايف قدامك انا باخد فيه بالكامل منطقه الخد يعني التلت الاوسط، وباخد بيه منطقه الرقبه، وابتدي اعمل الجرح بتاعي اللي بيمر من قدام الاذن لغايه لما يلف الف الاذن. هذا الجرح الحقيقه برضه محتاج لخبره معينه، لكن ده من الحالات بقى انت مش بتشد جلد بس، ده انت بتشد عضلات.
لان لو شديد جلد بس من السهل انه يسقط بعد شهر تلاقي الوش رجع كما كان، ولكن انت محتاج في هذه العمليه ويمكن زي ما انا موضح في الصور بتاعتك انك انت تاخد معاك العضلات كمان. فطبعا دي عمليه محتاجه بس فيها بخاطر كتير جدا، قدامك العصب السابع موجود عندك، قدامك كدمات او نزيف موجود في الوش. لا الوش ده مليان حاجات صعبه بالنسبه لنا في جراحات التجميل ما كنتش تتعامل معها باحترام، بتبقى فيه مشاكل كتيره جدا. ولكن من العمليات الجميله اللي هي بيبقى الجرح خفيف باين قصاد الاذن بيختفي تماما في خلال فتره زمنيه قليله، لا في فرى الاذن ما فيش حاجه موجوده في الكامل، اخذت التلت الاوسط من الوجه والتلت السفلي اللي هو الرقبه بالدقن بالكلام ده كله. صحيح. فده من الجروح المستحبه. عكس الجرح الثاني اللي هو العمليه العنيفه اللي بطلنا نعملها اللي هي بتاخد كل الوش، انك بتيجي من فروه الراس وتمر قدام الاذن بالكامل وتلف من ورا. الجرح اللي ماشي من قدام في خلال الشعر لغايه امام الاذن اللي هو التلت العلوي ده بيكون عامل مشكله ويفضل مع المريض او المريضه طول العمر، وتبتدي تشتكي ان اثر جرح باين في خلال فروه الراس وماشي لقدام الاذن. صحيح. انا بقدر استغنى عنه ان انا لو محتاج مقدمه الراس بشدها العضلات بتاعه مقدمه الراس من خلال جرح فروه الراس مش باني. لو عندي مشكله في الجفون جرح الجفن من اعلى واسفل اتكلمنا عنه كتير في حلقات قبل كده، ممكن نتكلم عنه بعد كده، تستطيع انك تعمل جرح خفيف مش باين هنا وهنا، يبقى شديت مقدمه الراس من خلال المنظار، شديت الجفون بطريقه سهله جدا وجيت على الخدين بجرح بسيط بشيل جنب الودن، تبقى الحكايه دي ماشيه. بطلنا نعمل الجرح اللي فيه شد كامل لكل الوجه من الاثار الجانبيه بتاعته. تمام دكتور، يمكن الفقره وقتها جري بسرعه مع حضرتك، يمكن الاسبوع الجاي هنتكلم عن ايه بعد اذن حضرتك؟ احب نتكلم عن حالات نادره في جراحه التجميل تتعلق بالاذن. تمام. هبين بعض الحالات اللي هي صعبه واللي كنا نقول صعب ان احنا نتعامل معاها، ونشوف ازاي اتعاملنا معاها وازاي المريض عدى على خير باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير، نورتني. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني عشان نستقبل ضيفنا الكريم استاذ رأفت مراد الكاتب الصحفي مجله الاذاعه والتلفزيون، ويتكلم عن التغطيه الاعلاميه للحدث اللي العالم كله قاعد مستنيه النهارده. فاصل سريع ونرجع لكم تاني.